يواصل مطار العريش الدولي استقبال طائرات المساعدات الإنسانية والإغاثية من كافة الدول تمهيدا لتوصيلها لقطاع غزة، حيث وصل مطار العريش طائرة إغاثية كويتية محملة بعشر أطنان من المساعدات الإغاثية الضرورية والعاجلة لأهل غزة، كما وصلت طائرة إغاثية سعودية شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طنا، بالإضافة إلى طائرة من المملكة الأردنية تحمل 12 طنا من المواد الغذائية. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش موفد النيل حمادة العربي. حمادة، كيف تتابع عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح؟ وصف لي أجواء المعبر. تحياتي لك عبد الله ولكل مشاهدي التلفزيون المصري. بالفعل اجواء يعني مبشره للغايه باذن الله. اليوم دخلت اول شاحنه للوقود الى قطاع غزه تابعه للاونروا، ويتم توزيع محتويات تلك الشاحنه على المساعدات او على السيارات الخاصه والتابعه للاونروا، اضافه ايضا الى تذليل كافه العقبات امام الشاحنات التي قد تحتاج الى الوقود لنقل المساعدات من معبر رفح وحتى قطاع غزه. يضاف الى ذلك مشهد اخر خاص بخروج حالات الإصابة من معبر رفح، فقد شاهدنا اليوم خروج ما يقرب من 13 حالة من الحالات، إضافة أيضا إلى ما يقرب من 25 حالة من الجنسية التركية ويعني مصابين بأمراض الأورام السرطانية، ويتم تجهيز حاليا لنقلهم إلى مستشفيات القاهرة ثم بعد ذلك إلى تركيا. يضاف أيضا إلى المشاهد التي رأيناها اليوم أمام معبر رفح، وهو خروج عدد من مزدوجي الجنسية وحاملي الجنسية المزدوجة، ما يقرب من 150 شخصا خرجوا من معبر رفح اليوم، إضافة أيضا إلى الشاحنات المساعدات والتي يمكن تشغل الأهم الأكبر من ناحية تذليل العقبات لإدخالها إلى قطاع غزة. هناك ما يقرب من 150 شاحنة دخلت اليوم، 100 في الصباح وحتى الظهر، و50 شاحنة يتم اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بها اليوم، ليكون إجمالي ما تم دخوله اليوم من سيارات إغاثية وشاحنات إغاثية ما يقرب من 150 شاحنة. كل تلك الأجواء تؤكد على ما تبذله مصر من مختلف الطرق الدبلوماسية للوصول إلى إدخال المزيد من المساعدات. حمادة، أرجو أن تضعني في تفاصيل حالات الإصابة حول المصابين الفلسطينيين الموجودون الآن في مستشفى العريش العام ومستشفى بير العبد، ومدى توفير الخدمات إليهم واستقبالهم ويعني تقديم الخدمات الطبية المفروضة. بالفعل عبد الله، كل الخدمات الطبية اللازمة يتم تقديمها إلى المصابين الذين أتوا من قطاع غزة. شاهدنا منذ قليل زيارة لوزير الصحة المصري وكذلك نظيره التركي، تفقد المصابين من خلال زيارتهما إلى مستشفى العريش العام للاطمئنان عليهم. وزير الصحة أكد على الدعم المصري المطلق للعناية وتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى إلى المصابين من قطاع غزة. لدينا مستشفى العريش العام، لدينا مستشفى بئر العبد، ولدينا أيضا مستشفى الشيخ زويد. إضافة إلى كل ذلك هناك تعاون كامل وتذليل من وزارة الصحة لمختلف العقبات إذا كانت الحالة تستلزم علاجها في أحد المستشفيات الأخرى كمستشفى بورسعيد والتي تم نقل عدد من الحالات إليها، أو مستشفيات القاهرة يتم نقل الحالات إليها على الفور دون تأخير ولو ثانية واحدة. فالحالات التي أتت رغم الإصابات الشديدة فتتلقى العناية اللازمة ولا يمكن التأخر عنها ولو لدقائق معينة. من عند معبر رفح البري مراسلنا حمادة العربي، شكرا جزيلا لك.